السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده بإذن الله هنستكمل فيه شرح لينكس بيزكس فور إيثيكال هاكرز. ففي الدرس اللي فات احنا خدنا اللينكس فايل سيستم، كان درس طويل شوية، ولكن ده ممكن تقول ان هو الدرس اللي فات ده هيكون هو اتقل درس. ليه؟ لان هو لسه بادئ معاك، فلازم يعرفك على النظام وعلى الدايركتوريز اللي فيه. كمان ما تنساش احنا ما شرحناش مثلا خمس دايركتوريز بس، احنا شرحنا تقريبا اغلب الدايركتوريز اللي موجودة، وتفرعنا طبعا عشان كان في شويه حاجات لازم نشرحها لما نذكر الدايركتوريز، زي مثلا لما شرحت لك ال اي بي او الليب اللي هي اختصار للايبراري، وشرحنا دي حاجه زي الدي ال ال، وعرفنا ان الدي ال ال دي او اللايبراري في اللينكس بتكون عباره عن مكتبات بتستخدمها اكتر من برنامج. طيب تعال نخش بقى على اللينكس كوماندز. طبعا اغلب الناس لما يشوفوا اللي هو بي دبليو دي هو ام اي ولسه بنبدا وكده، فهيقول لك لا احنا عايزين نخش على الاوامر الصعبه على طول، او عايزين نخش على عمق الكتاب على طول، مع ان ما ينفعش ان انت تعمل كده في كتاب لسه اول مره بتقراه، لان هو بيديك معلومات ما كانتش عندك قبل كده. انا مثلا كنت عارف ان بي دبليو دي معناها برنت وركينج دايركتوري بس، وطلع هنا في الكتاب برضو معناها present working directory، اهو present working directory. فبالتالي زي ما انت شايف ان ما ينفعش ان انت تاخد الحاجة من عنوانها. انا مثلا شفت بي دبليو دي وعارف هو بيعمل ايه، خلاص اتخطاها. لا، لازم تقرا الكتاب. فهنا الكتاب بيقول لك معنى الكلام اللي مكتوب: لو ما انت بتكون مشغال في الجرافيكال يوزر انترفيس انفايرمنت، يعني البيئة، بيئة العمل بتاعتك جرافيكال يوزر انترفيس، بيئة زي ما شايف رسوميه كده. فلو انت مثلا في في الويندوز او الماك او اس، حتى لو انت ملاحظها ان بيكون مثلا كده فوق بيكون جايب لك الباث بتاعك. بعض توزيعات اللينكس ما بتجيبلكش كده، ولكن انا بالنسبه لي، بالنسبه لعندي نوت، لو انا دخلت نوت كده في الهوم ودخلت مثلا على الاردوينو، فهو بيجيبه لي، ولكن ما بيجيبهولكش بالطريقه اللي تخليك يعني تعرف ان انت تعمل ان انت تعرف ان انت تعمل مثلا سي دي مثلا من عليه، او ان انت تعرف تنتقل عليه من خلاله. لا، بيجيب لك دوت ايه، بيجيب لك جرافيكال يوزر انترفيس عاديه. فبالتالي انت كشخص مثلا بتعمل نافيجيت من التيرمينال، فعايز برضو تعرف انا مكاني فين لاكتر من سبب. انا مش هذكر هنا اسباب لان الاسباب كتيره جدا، ماشي؟ يعني مفيش مثلا واحد ممكن يقول لك لا البي دبليو دي انت بس يعني هتنفذه عشان تشوف الوضع الحالي مثلا، او المكان الحالي او المسار الحالي اللي انت متواجد فيه ده. ليه؟ لان ممكن ان انت تكون زي ما تقول كده ليك سببك الخاص. انا عايز اعرف مثلا انا مكاني فين علشان احفظ الايه المسار بتاعي ده مثلا في ملف، بحيث ان انا بعد كده لما احب اروح للمسار ده اروح له على طول من غير ما اكتب المسار كاملا. طب دوت يكون ازاي؟ بس لمحه بسيطه في البدايه، لو انا قلت له بي دبليو دي اللي هي بريزنت وركينج دايركتوري او برنت وركينج دايركتوري عشان اعرف مكاني فين، يقول لي دوت المكان بتاعك انت. طيب لو انا حبيت ان انا اقوم انا جاي اعمل له ريدايركت على طول ستاندرد اوتبوت، وده طبعا احنا خدناه في الدرس الثامن، وتقريبا الدرس اللي قبل الاخير او الدرس قبل قبل الاخير قبل ما نخش في اللينكس بيزك فور ايثيكال هاكرز، شارح انا ده، ولو قابلنا في الكتاب هنشرحه باذن الله. فانا قلت له احفظ لي المسار اللي هيطلع ده في ملف اسمه هوم. فبالتالي لو انا دلوقتي قلت له سي دي هوم، هيقول لك ايه عشان بس تلاحظ من الحته دي، هقول لك دوت مش دايركتوري عشان تعمل له سي دي. انما لو قلت له كده دوت فاريبل، هيقوم جاي ايه، مش هيديك خطا. فبالتالي لو انت قلت له كده دوت فاريبل وقلت له بي دبليو دي، هقول لك انت في الهوم سايبر جاي. طب عايز اتاكد اكتر الاول قبل ما اشرح لك، لو انا قلت له ام في هوم، الهوم انقله لي للديسكتوب مثلا، الديسكتوب، ودلوقتي انا رحت للديسكتوب، وانا شو اركز هنا، انا دلوقتي فين في الديسك توب، قلت له بي دبليو دي، قال انت في الديسك توب اهو. طيب لو قلت له دلوقتي سي دي هوم كده هوم، هيقوم جاي موديك فين للهوم تاني. ده بيحصل ليه؟ لما انت بتقول له اسم الملف من غير اللي ما تحط علامه الفاريبل او الدولار ساين، فبالتالي هو بيتعامل مع الملف ده على انه ملف. اخرك ان انت تتعامل مع معامله الملفات، وليس معاملة الايه الدايركتوريز او المجلدات. فبالتالي انت اخرك معاها هتقول له كات هوم مثلا، حلو. او بس طبعا انا دلوقتي إيه مش موجود في الديسكتوب، فلو انا قلت له رحت الديسكتوب قلت له كده وات كات هوم، حلو،
هيقوم جاي عامل لك ايه؟ هيقوم جاي طابع لك الهوم اللي انت فيه حاليا، او قصدي ايه، هيطبع لك الاوتبوت اللي انت لسه موديه فين، موديه له، اللي انت لما كنت في الهوم طبعت المسار الحالي فقال لك ان انت في الهوم، قلت له طب حط لي المسار الحالي ده في مجلد او في ملف عفوا اسمه هوم، فقام جاي حطه لك. هو ده اللي ايه اللي حصل هنا. فانا هنا بقى لما جيت قلت له سي دي فاريبل هوم، فانا كده بقول له الاوتبوت اللي جواك ده ماشي هتنفذ لي عليه الامر ده، وانا عارف ان انا حاطط له جوه مسار، فلو انا نفذت له هنا كده او قلت له سي دي هيقوم جاي ايه فاتحه لك. طب لو انا قلت له ال اس هيقوم جاي ايه موديك موريك الحاجات اللي موجوده في الديسكتوب. طيب تعالى مثلا كده نقول له سي دي هوم زي ما كنا عاملينها، هتلاقيه برضو نقلك للايه، هتلاقيه نقلك للمجلد الهوم او للدايركتوري بتاع الهوم. طيب تعالى دلوقتي نعمل ايه، نشوف بعد كده عندنا ايه تاني في الكتاب. طيب تعالى بيقول لك هنا checking your login with who am I، يعني انا دلوقتي مثلا عملت لوج ان على الجهاز بتاعي وعايز اعرف انا ايه الصلاحيات بتاعتي على الجهاز، او عايز اعرف انا مثلا لما رفعت الشله دي عايز اعرف انا رفعتها دلوقتي انا دلوقتي صلاحيتي ايه، هل انا روت ولا انا سب يوزر. لو روت يبقى كده كويس جدا وانا كده معايا الصلاحيات الكامله على السيرفر او على الجهاز. انا مش روت يبقى للاسف محتاج اعمل حاجه اسمها بريفليج اسكاليشن، وديت انا اشرحها في درس مخصص لي او دروس مخصصه ليها ماشي. فبالتالي لما انا اعمل بريفليج اسكاليشن هعرف اني انا اوصل لصلاحيه الروت. فدلوقتي انا قلت له هو ام اي، عفوا هو ام اي، قال لك انت سايبر جاي. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي مش روت، انت دلوقتي سب يوزر، مجرد يوزر فرعي من شجره اليوزرز اللي موجودين، وهي اعلاها اليوزر الروت اللي هو الجذر اللي بيعرف يعمل كل حاجه. طب تخيل لو انا قلت له سودو هو ماي، ايه هيكون الاوتبوت؟ ممكن توقف الفيديو لغايه ما تشوف الاوتبوت هيكون ايه. قبل ما تضغط انتر هنا هيجيب لك روت. ليه؟ لان احنا متفقين ان سودو بتديك صلاحية الروت. انا دلوقتي عندي امر معين او اوبريشن معين مش قادر ان انا اعملها باليوزر العادي، فبالتالي هعملها بصلاحية الروت عشان اقدر اشغلها. والموضوع ده بيتم ازاي؟ عن طريق امر السودو. فلو ضغطت انتر هيقول لك انت فعلا روت. ليه؟ لانك مديله صلاحية السودو، يعني انت هتخليك زي ما انت السايبر جاي والكلام دوت كله، ولكن وبضيف وبكرر تاني، ولكن انت حاليا لسه اليوزر بتاعك زي ما هو، انت اليوزر بتاعك السايبر جاي، ولكن قمت بعملية او قمت بعملية واحدة بس بصلاحية الروت علشان هي مش راضية تعمل الا بصلاحية الروت. تعالى بقى ناخد حاجة جديدة وهي النافيجيتنج ذا لينكس فايل سيستم. انا دلوقتي طبعا عارف ان في لينكس فايل سيستم اهو، لو رجعت كده ورا، وحابب ان انا بقى اتنقل بين الايه، بين المجلدات والدايركتوريز والكلام دوت كله، اعمل ايه بقى؟ بص افرض انا حبيت اشوف الكونفيجريشن فايلز. انا دلوقتي واحد عايز اشوف الكونفيجريشنز فايلز او الكونفيجريشن فايلز، فانا لسه فاكر لغايه دلوقتي ان ولسه حاطط في دماغي الكونفيجريشن فايل بيكون عباره عن الكونفيجريشن فايل بيكون عبارة عن مجلد، المجلد دوت بيتم فيه عمل تعديلات على مجلدات معينة، عمل تعديلات على سيرفيسز معينة موجودة على الجهاز إلى آخره. يبقى هفتكر تاني اللينكس فايل سيستم، ايه المجلد فيه اللي بيخليني اشوف الكونفيجريشن فايلز؟ ده مجلد الاي تي سي. يبقى هفتح له هنا كده الاي تي سي، الاي تي سي. طيب انت دلوقتي هتقول لي طب انت كتب سي دي، بس انا مش عايز اكون سكريبت كده، عايز اعرف سي دي دي معناها ايه. سي دي معناها تشينج دايركتوري، يعني انا دلوقتي حتى لو انا قلت له مان سي دي، صحيح ما فيش مانوال سي دي، لو قلت له سي دي سي دي داش داش هيلب مثلا، هيلب، قال لك فوق ان السي دي
بتعمل ايه؟ change the shell working directory. change working directory يعني انا دلوقتي اللي شغال على ده اللي هو الشيل، فهي بتغير لي الوركينج دايركتوري اللي انا شغال فيه. انا دلوقتي لما انا كنت موجود في الروت دايركتوري، فانا بمجرد ما قلت امر سي دي بقول له تشينج ذا وركينج دايركتوري، يعني الدايركتوري الروت اللي انا فيه ده غيره لي من الروت للدايركتوري مثلا او للمسار بتاع الاي تي سي. هتقول لي طب انت ليه نوت مثلا حطيت علامه الروت؟ هقول لك لان اي مجلد متفرع من الروت، ولذلك لو انا مثلا قلت له سي دي اول حاجه الروت، هيقول لي طب ما انت كده كده في الروت. اقول له لا، هوم. الهوم ده كان بتاع ايه؟ الهوم ده كان المجلد بتاع او الدايركتوري بتاع الايه اللي هو الدايركتوري يوزرز، اللي هو اليوزرز الموجودين على الجهاز الدايركتوريز بتاعتهم بتكون موجوده هنا. فانا قلت له سي دي هيوديني في الهوم. طب بعد كده لو انا مثلا قلت له سي دي سايبر جاي، سايبر جاي، سايبر جاي كده، ثواني سايبر عشان برضه تتاكد، سايبر جاي، هقول لك نو ساتش فايل اور دايركتوري، مع ان لما انت تنوت هتشوفها هتقول ده موجوده. تقول لي ليه؟ هقول لك لان مش دايما علامه الروت بتعني الجذر. تقول لي انا كده اتلخبط، هقول لك لا، انا لما اكون موجود كده او لما انا مثلا اكون موجود مثلا في الروت دايركتوري واجي اقول لهم ان احنا مثلا هنبدا من اول علامه الروت ده، فممكن ديت انت تحسبها حاجتين، يا اما لو انت واقف دلوقتي في الدايركتوري بتاع الروت، فلو انت قلت له هوم فدي دي كده معناها فعلا انت كده هتقول له من الهوم للايه، من الروت قصدي ليه الهوم، بينما دي معناها في الاصل اصلا يعني معناها دايركتوري. يعني انا ما ينفعش مثلا لو انا قلت له كات فايل، ما ينفعش اني انا او ما انا جاي اضيف له العلامه دي. ليه ما ينفعش؟ لان دي علامه الدايركتوري. يعني لو انا دلوقتي جيت قلت له سايبر جاي، هل ده معناه ان السايبر جاي ده موجود تحت الروت؟ لا، امال ايه اللي موجود تحت الروت؟ اللي موجود تحت الروت هو الهوم، فانا حطيت دي قبليه. بينما بعد كده اي حاجه بعد كده بتدل على ان اللي هيتكتب بعدي ده عباره عن مجلد. حتى لما انا جيت دلوقتي علشان كتبت سايبر جاي ضاف دي اوتوماتيك. ليه؟ لان بيقول لك ان ما زال السايبر جاي ده مجلد وما زال تحتيه مجلدات. فلو انا قلت له كده سي دي وقلت له بي دبليو دي، هقول لك انت فين؟ انت دلوقتي مشيت من الروت رحت للهوم، وبعد كده دخلت في السايبر جاي اللي هو مجلد اصلا. طيب اظن بي دبليو دي، قصدي اظن السي دي دلوقتي خدت حقها وزياده. في عندنا حاجه اسمها دايركتوري ترافرسال او التنقل بين الملفات. لو انا دلوقتي دخلت للاي تي سي كده ودخلت اللي مثلا الاباتشي 2 ودخلت لمجلد اسمه كونف انيبلد، وحبيت ان انا ارجع خطوه لورا، انا لسه قاعد بعدل في سيرفر او سيرفيس الاباتشي 2 ومش عايز ارجع مثلا لاصل دلوقتي. انت لو لغايه دلوقتي المعلومات اللي خدناها، لو انت كاتب سي دي كده فاضيه هترجعك لفين؟ هترجعك للهوم العادي بتاعك اللي هو موجود فيه الملفات بتاعتك. ولو انت دلوقتي رجعت للروت دايركتوري يبقى انت كده موجود في الروت دايركتوري. طيب اعمل ايه بقى؟ شوف، اول طريقه هناخدها هي طريقه الدايركتوري ترافرسال. لو انا دلوقتي قلت له اي تي سي زي ما كنت تاني اباتشي 2 كونف انيبلد كده، وحبيت اني انا ارجع للاباتشي 2 اعمل ايه؟ اول حاجه لازم تعرف التكنيكس بتاعه الدايركتوري ترافرسال. لو انا دلوقتي النقطة دي كده معناها ايه؟ النقطة دي معناها المكان الحالي اللي انت فيه. طيب دي هتفيدني في ايه؟ يعني وفي في الدنيا حد هيرجع تاني للمكان اللي هو فيه؟ اهو دي المشكلة، ان انت بتحسب ان لما انا اقول لك حاجة فدي منطبقة على طريقة واحدة بس اللي هي السي دي مثلا كنا بنشرحها. مع ان انت ما تعرفش ان لو انا هنا قلت له مثلا سودو فايند اللي هو علشان ادور فيه. ففايند وهناخدها كمان شويه او ممكن في الدرس الجاي لو الدرس ده طول، الفايند وظيفتها انها بتدور لك على حاجه، بتطلب منك اول حاجه المكان اللي انت اللي او الباث اللي هي هتدور فيه. فانا اقول لا ما تروحش بعيد، هتبحث لي في المكان الحالي وبعد كده الداش نيم عشان علشان نبحث. فلو انا هنا جيت قلت له الداش نيم، فبالتالي لو انا قلت له ابحث لي عن حاجه اسمها اباتشي 2 مثلا هيقول لي انا فعلا لقيت اباتشي 2. طب اباتشي 2 3 عشان بس اوريك انه مش هيلاقيها، يقول لي انا مش لاقيها. هل راح بحث بره؟ لا. تمام، اذا ده كان الدوت الواحده. طب الدوت دوت لو انا بقى دلوقتي جيت قلت له سي دي دوت دوت هتلاقيه رجعك لفين؟ للاباتشي 2. طب سي دي دوت دوت
رجعك للاي تي سي، سي دي دوت دوت رجعك للروت، سي دي دوت دوت مش هيرجعك في حته لان ده الروت دايركتوري. طب حلو، تعال نخش تاني على الاي تي سي باتش 2 كونف انيبلد كونف انيبلد ونشوف هنعمل ايه. لو انا بقى مش عايز ان انا افضل اقول سي دي دوت دوت سي دي دوت دوت سي دي دوت دوت اعمل ايه بقى؟ ساعتها هنستخدم تكنيك. هو هنا في الكتاب لو انت ملاحظ اهوت، هو هنا قايل لك ايه؟ هنا قايل لك ان انت هتستخدم الطريقه دي، وده غلط. ليه؟ لو انا دلوقتي جيت وقلت له نفس اللي هو مديهوني ده كده كوبي اهو، هقول لك تو ميني ارجيومنتس. ليه؟ لان في الباش سكريبتنج لما انت بتسيب مسافه فده معناه حاجه من الاثنين، يا هتحط سويتش او هتحط ارجيومنت مثلا زي مثلا يعني سي دي داش اف مش عارف ايه، وده طبعا مش موجود. يا اما هتحط مثلا امر زي اند او اللي هناخده بعد كده، او امر زي او حاجه زي زي ديت مثلا اللي هي السيمي كولون دي عشان تضيف امر جديد. حلو، بينما ان انت مثلا تقول له سي دي دوت دوت سي دي دوت دوت هيقول لك تو مين ارجيومنتس، انت مديني حاجات كتير جدا. امال الصح ايه بقى؟ فاكرين لما انا كنت بقول لكم ان السلاش هي علامه الدايركتوري؟ فاكرين. طيب مش احنا في الدايركتوريز لما بنحب نرجع، لو انا دلوقتي قلت له كده وقلت له كمان دوت دوت هيرجعني فين؟ لو انا كده قلت له كمان دوت دوت هيرجعني للاي تي سي، ولو انا عملت كده هلاقيه فعلا رجعني للاي تي سي. ليه بقى الكلام ده حصل ازاي؟ قلت له رجع لي مره، وساعتها انا هكون فين؟ ساعتها انا هكون في دايركتوري. طب رجعني كمان مره بعد ما نروح للدايركتوري ده، فهيلاقي نفسه في الاباتشي 2 فهيرجعك كمان مره للاي تي سي. طب افرض بقى دلوقتي انا اخترت لي كده حاجه، كنت خليني اخش على اللايت دي ام مثلا كده، لايت دي ام الاس. طيب ده اصلا ما فيهوش مجلدات. طيب سي دي ام دي اي الاس. طيب عامه يعني علشان ما نطولش وقت الدرس، احنا دلوقتي كده فهمنا. لو انا مثلا دلوقتي دخلت على حاجه زي الاباتشي 2 سي دي كونف افاليابيلتي او افاليابل، حلو، وحبيت ان انا ارجع للروت، هقول ايه؟ هقول دلوقتي انا دلوقتي في كام مجلد قدامي، المجلد او الدايركتوريز دول قبل الروت. هقول انا قدامي الكونف افاليابل والاباتشي 2 والاي تي سي. طب ادي كده دوت دوت للكونف افاليابل سلاش عشان دوت دايركتوري، دوت دوت للاباتشي 2 سلاش عشان دوت دايركتوري، دوت دوت للاي تي سي سلاش عشان دوت دايركتوري. طب افرض انا كنت عايز ارجع ماشي سي دي اي تي سي اباتشي 2 اباتشي 2 كونف افاليابيلتي او افاليابل، وحبيت ان انا ارجع للروت، اعمل ايه؟ طب شوف لو انا عملت كده، انا عايزك تقول لي لو انا عملت كده ايه اللي هيحصل. انا واحد مش عارف انا موجود فين، حلو، وعايز ارجع للروت باي طريقه، عايز ارجع للدايركتوري بتاع الروت باي طريقه. المهم انا جاي ضايف اي عدد من النقاط لو انا مش عارف المكان اللي انا موجود فيه، حلو، لو انا مش عارف المسار اللي انا موجود فيه مش عارف هو ايه، بفضل اعمل كده وفي الاخر برضه هيرجعك للروت. ليه؟ لو انت متابع في كورس البنتريشن تيستنج بتاع الويب، هتلاقي ان في ثغره زي اللوكال فايل انكلوجن او لوكال فايل اكسكلوجر. ماشي، لما كنت بحب ان انا اعمل دايركتوري ترافيرسال علشان اتنقل بين المجلدات اللي موجوده في الموقع مثلا واشوف ايه اللي جواها بقى وكده، حلو، وانا كنت عايز ارجع للروت للدايركتوري روت بتاع الموقع او اعلى حاجه او اعلى دايركتوري موجود في الموقع في السيرفر، بعمل ايه؟ بقوم انا جاي كاتب عدد كبير من الدايركتوري ترافيرسال تكنيكس اللي انا بكتبها دي وليكن كده مثلا، وفي الاخر بيديني ان هو وصل لفين؟ للروت، ما يقدرش يطلع اكتر من كده. ليه؟ لان زي ما احنا جربنا هنا، لما انا قلت له اطلع لي كمان ارجع لي ورا، مش هيرجع ورا ولا هيديك ايرور. ليه؟ لان دوت اعلى حاجه موجوده في السيستم. تمام، تعالى بقى نخش على الليست الكونتنت بتاع الدايركتوري بالال اس. شوف يا عم، انا دلوقتي لما اكون موجود في مجلد، والمجلد ده بيكون موجود فيه مثلا ملفات وحاجات زي كده، انا اشوف الحاجات دي ازاي؟ بقول له ls، بقول له ايه؟ ls. طيب و ls دي اختصار للست، انا بقول اعمل لي ليست على المجلدات اللي موجوده. يبقى تاني الامر ls اختصار للست، بيعمل لي ليست للفايلز اللي موجوده. حلو، طيب امر ليست زي غيره من الاوامر الكتير اللي موجود او
او زي غيره من الـ ممكن تقول من السكريبتس برضو. قدام شويه هنشوف سكريبتس موجوده بيكون ليه حاجه اسمها سويتشز، او ممكن تقول عليها اوبشنز. دي بتعمل ايه بقى؟ تخيل مثلا ان انا عايز اعرض الملفات ولكن بصيغه اللونج ليست. يعني ايه دي صيغه اللونج ليست؟ انا عايز اعرف الصلاحيات اللي موجوده على الملف، عايز اعرف مين المتحكم او المنشئ الملف، عايز اعرف الملف دوت مثلا يعني انشئ امتى، الى اخره الى اخره. بعمل ايه؟ بقوم انا جاي مثلا قايل له ls داش ال، وداش ال هي اختصار لداش لونج ليست، او ال عامه اختصار للونج ليست. فلو انا قلت له كده هتلاقي قدامك في حاجات كتيره جدا ظهرت. الحاجات دي زي ايه مثلا؟ الحاجات دي زي عندك هنا حاجه هنا زي البوت مثلا، قال لك ايه؟ طبعا اللي قدامك ده اللي هو الصلاحيات او البرميشنز اللي قدامك دي انا شارحها في الكورس بتاع اللينكس اللي فات. فلو قابلتنا في الكتاب هنشرحها، ما قابلتناش في الكتاب انصحك ان انت تروح تشوفه، لان انا خصصت لها درس لوحدها كامل علشان ما نطولش الدرس زياده عن كده. فهنا قايل لك ان دوت دايركتوري عشان عشان بدا هنا بحرف ال دي، وقايل لك ان هو دوت قابل للقراءه وقابل للكتابه ماشي، وقابل للاكسكيوت ان هو ممكن تعمل له اكسكيوت. اكسكيوت طبعا دوت دايركتوري، فمش كل حاجه مثلا مش باينري ان يتعمل لها اكسكيوت، لا اكسكيوت يعني ممكن مثلا تستخدمه يعني تخش عليه وكده. المهم وجايب لك برضو شويه معلومات تانية زي مين اللي انشا الملف بتاع البوت ده، او المجلد عفوا بتاع البوت ده، هيقول لك الروت هو اللي عامله. حلو حلو. طيب عندك ايه تاني هنا؟ طبعا جايب لك التوقيت والتاريخ والكلام ده كله. فلو تعالى مثلا كده دخلنا حاجه زي السي دي بوت، قلت له اس، هتلاقي جوه الملفات اللي قدامك دي ومجلد اسمه جي ار يو بي الى اخره الى اخره. المهم ان احنا كده عرفنا مثلا ال اس داش ال هتعمل لنا عرض باللونج ليست. يعني ايه؟ يعني العرض المطول بحيث ان احنا ناخد معلومات اكتر عن الملفات اللي موجوده. وهنا برضو الراجل سايب ملاحظه وبيقول لك انا في اغلب يعني لما باجي عشان اعمل ال اس في اغلب المرات او تقريبا في كل المرات اللي بيعمل فيها ال اس لازم اعمل ال اس داش ال على طول. طيب افرض انا عايز اشوف هيدن فايلز، احيانا ممكن يكون شخص حاطط فايلز هيدن يعني فايلز غير مرئيه. بعمل ايه؟ بقول له ال اس داش ال اي. تعالى كده بقى لو قلت له هنا وات مان ال اس ودخلت داش ايه، هيقول لك داش داش اول يعني ايه، او داش اول او داش اي يعني ايه. برضو داش ايه معناها اول، يعني معناها كل الفايلز سواء بقى كانوا هيدن سواء ما كانوش هيدن، سواء حتى خد بالك دلوقتي لما انا هقول له ال اس داش ال اي فيعرضوا لك باللونج ليست وبالهيدن فايلز. زي ايه مثلا؟ هنا في هيدن فايلز اسمه اوتو ري ليبل دوت كده هيدن فايل. بيتميز الهيدن فايل بلينكس ازاي؟ عن طريق ان هو بيكون في قبليه علامه الدوت دي. هتقول طب ايه علامه الدوت اللي موجوده دي؟ هقول لك دي المجلد اللي انت فيها. طب وعلامه الدوت دوت؟ دي المجلد اللي قبليه. لما تكتب سي دي دوت دوت فهو بيقوم جاي باحث هنا وبيلاقي ان فعلا في هنا وات حاجه اسمها دوت دوت، فبيقوم جاي فاتحها، فلما بيفتحها بيلاقيها رجعت للمجلد اللي قبليه. طيب اخر حاجه ناخدها النهارده علشان الدرس ما يطولش وهي الجيتنج هيلب. الجيتنج هيلب ديت معناها ان انت هتاخد مساعده. ازاي؟ افرض انا مثلا عايز استخدم امر زي الاير كراك داش ان جي، اير كراك داش ان جي، وعايز اشوف ايه الاوامر اللي موجوده. داش داش بتقوم انت كاتب له داش داش هيلب. طب ليه ما اكتبش داش 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 اتش على طول كده؟ لان في بعض مثلا السكريبتس او في بعض الاوامر داش اتش دي بترمز لحاجه معينه. يعني لو انت مثلا بتفحص موقع مثلا والموقع ده وهو كان الشخص اللي عامل السكريبت ده كان عامل داش اتش معناه الهوست اللي هو الهوست اللي انت هتفحصه. لو انت قلت له مثلا داش اتش ممكن ايه؟ ممكن ما يفهموش. فاللي بيكون متعارف عليه اكتر هو الداش داش هيلب. فهنا بقى طبعا ايه جابت لك الهيلب. زي مثلا لما انا جيت اقول له مان سي دي، قال لك ايه؟ قال لي لا انا ما عنديش الصراحه مانوال السي دي، فعشان كده قمت انا جاي اقول له ايه؟ سي دي داش داش هيلب. فاهمني؟ سي دي داش داش هيلب. طب ال اس عايز اشوف الهيلب مانوال بتاعها علشان اشوف ايه هي الاوامر اللي متاحه ليها وايه هي ال اس اصلا الى اخره، يقول لك ايه؟ برضه جاب لك ال اس المانوال بتاعها. طيب يبقى كده النهارده خدنا شويه حاجات جميله باذن الله في المره اللي جايه.
بس الاول نخلص ايه كمان المان، لان المان مع الجيتنج هيلب المان في نفس الايه في نفس الصفحه، او بمعنى اصح يعني في نفس الجزئيه بتاع الجيتنج هيلب، وفي الاخر هنخش على الفايندنج ستاف هنبدا بيها باذن الله في المره الجايه. طيب عندك هنا حاجه اسمها المان، المان دي اختصار للمانوال، اختصار للمانوال. يعني انا مثلا دلوقتي عايز جيتنج هيلب، ولكن عايز يكون في بقى شويه رسومات شويه الوان كده عشان اعرف افرق بين الحروف وبعضها وحاجات اكتر من كده بكتير. بعمل ايه؟ بقول مان، مان دي اختصار للمانوال. فانا قلت له مان ان اير كراك داش ان جي، هتلاقيه جابها لك من الاول خالص. قال لك ايه؟ قال لك ايه اسمها اير كراك داش ان جي، وده بيكون عبارة عن كي كراكر. يعني بيقوم جاي داخل عامل بيعمل كراك او بيعمل عملية بروت فورس على الكي بتاع الشبكات. وقال لك ده استخدامها بيكون كده، بتكتب اير كراك وبتحط الاوبشن وبتحط الانبوت. وبعد كده قال لك الاير كراك دي عبارة عن ايه، دي عبارة عن 802.11 دبليو اي بي. طبعا الناس اللي هم شغالين في الوايرلس بنتشنتزنج هيفهموا الكلام ده. المهم يعني الخلاصه انها بتعمل كراك للكي، وطبعا انا مديك ديسكريبشن عنها ومديك الفايلز اللي هي بيتعمل لها كابتشر منها بيكون بصيغه ايه الى اخره الى اخره. حبيت تتنقل هنا، لو انت حبيت ان انت تستخدم ماوس مش هينفع، فبتعمل ايه؟ بتستخدم الزر الاسفل كده بتاع الايه، حتى عشان تفهموا اكتر ما اعرفش هنا ممكن انا اجرب اخلي شو كي اهو. طيب هنا لا هو هنا ما ايه ما عارفش ان هو يعني يعمل استكشاف للزر اللي بضغط عليه. المهم بتضغط على الزر الاسفل للسهم، فبالتالي انت ايه كده بتتصفح المانوال. حلو، يبقى كده خدنا النهارده شويه حاجات جميله. باذن الله في الفيديو الجاي هناخد الموديول او هناخد الجزئيه اللي اسمها فايندينج ستاف. امل ان يكون الفيديو ده عجبكم، والسلام عليكم.